مرحبا مرة أخرى في الماتينال كما تشوفوا في ليزافيش الخاصين بليبرتا فواياج ولي فواياج نتاع ليبرتا فواياج. دونك فما باك تقسيم اللي تعودتوا عليه اللي هي زوز رحلات من 16 22 ومن 22 28 ديسمبر. الرحلة هذه ولا دو باك هذوما تلقاو فيه الفول ترانسفير في هوتيل كات إتوال مع دوز اكسكيورسيون غراتويت من عند ليبرتا فواياج. هذه بيان سور كي نقولوا تقسيم معناها تركيا. الرحلة هذه بمليون و790. الجديد الجديد نتاع ليبرتا فواياج اللي بدينا نقول عليه من البارح اللي هو فما رحلة من جنوب الهند ومعاها سريلانكا في 12 يوم و11 ليلة، فيها الفول فيها ترانسفير فيها اوتيل 4 ايطوال، تعديو 8 ايام في الهند وثلاثة ايام في سريلانكا معاها 3 اكسكيورسيون غراتويت من اهداء ليبرتا فواياج. الرحلة هذه ب 5 مليون و950. يقول القائل وقتاش؟ نقول لكم انا وقتاش، من نهار 26 ديسمبر حتىكش نهار 6 جانفي. دونك تمشيو تعديو راس العام في الهند اللي هي حاجه باهيه. الرحله الجديده الجديده زاده تابع ليبرتا فواياج اللي هي ريو دي جانيرو معها بوزيوس اللي هي بلاد في المنطقه هذيك. دونك تلقى فيها الفول ترانسفير في اوتيل 4 ايطوال تعديو 5 ايام في ريو دي جانيرو ونهارين في بوزيوس مع 3 اكسكورسيون غراتويت من اهداء ليبرتا فواياج. الرحله باش تكون من نهار 20 لنهار 28 مارس 2020. معناها من توا حضروا لها البودجي وامشيو. البودجي هو 5 ملايين و390 دينار. اكثر معلومات تتصلوا بال 71 90 56 56 ولا ال 20 782 782 والا 29 400 957 والا لي سوبور ديجيتال بيان سور نتاع ليبرتا فواياج اللي هما لو سيت ويب. دونك تدخل على جوجل تكتب ليبرتا فواياج يخرج لكم لو سيت ويب نتاعهم، تدخلوا تلقاو لي ديتاي الكل، لي ديستيناسيون الكل ولي تاريف بيان سور لاسويم بقداي زاد كيف كيف. الباج فيسبوك نتاع ليبرتا فواياج تدخل فيسبوك تكتب ليبرتا فواياج بيان سور تلقاو لي بوبليكاسيون الكل وتلقاو كل شيء ما يخص ليبرتا فواياج اي سي ديتاي بيان سور. زاد كيف كيف تنجم تبعث ميساج ويجاوبوكم بنومر التليفونات اللي قالتهم غوسي. ميرسي يا البنات. وما تنساوش انه تقييد للعمره راهو حل بالنسبه ليبرتا فواياج. دونك اطلبوهم وخذوا لي رونديفو ولا اعرفوا الاسعار الكل. واحنا ان شاء الله تباعا نقول لكم في برنامج الماتينال شنو هو البيدجي بالضبط اللي تنجموا تخلصوه العمره مع ليبرتا فواياج. احنا تويكا باش نحكيو سبا وتجميل، هذاك علاش معنا ميسا ضيفاوي اللي هي مختصه في نحت الاجسام واخصائيه تغذيه وصاحبه ادم et Eve Spa thaïlandais. Kif kif ma Eve Spa. Bonjour. Bonjour. شحوالك؟ عايشك الحمد لله. سا فا تخي بيان. الحمد لله. مادامني معاكم سا فا. الحمد لله. سا فا على الاخر. واحنا زاد فرحانين اللي فينا. مادام نسافي بعضنا. أيوب عم نروح مريض. أي. نشوف ريحك هاو أنا. دونك ميسا باش نحكيو على لي دو سونتر هذوما باش نحكيو على التجربة نتاعك بيان سور. أما قبل نرجع بحذا للشيف. مرحبا فاطمة، مرحبا بمشاهدينا، رجعنا مرة أخرى لكوجينتنا. الشيف فتحية بعد ما حضرت البسكوي خلته كما قالت باش يشد روحه، من بعد نقصوه ونوريكم الفاسوناج نتاعو كيفاش باش يكون. توا وصلنا للخبز اللي هو قالت نص ساعة ما بين التحضير والتخمير والكويسون. فيش تخمير، ما فيش تخمير. في وقت قياسي. يخمر منه فيه. يخمر منه فيه. به دونك نشوفوا التفاصيل نتاع إعداد الخبز هذايا. أنا ناخذ هنايا عندي رطل فرينة سبيسيال جاتو وردة. أنا اخترت سبيسيال جاتو وردة على الخفة نتاع الفرينة. تنجموا تعملوه سبيسيال بيتزا، تنجموا تعملوه فرينة عادية، ما أنا عجبتني سبيسيال جاتو، هذاك علاش أنا نختارها كل مرة في الحاجات هذوما الرقاق بالقدا. هوني عندي مغرفة نتاع قهوة ملح رطب، نحط مغرفتين سكر باش يعطي اللون الخبز نتاعي، ونحط عليهم شطر باكو بيكربونات سمارت شيف اللي هي مغرفة تاع قهوة، نحطها في وسط الفرينة نتاعي، ونجي المرة هذه حبيت نفوحه بشوية سكر فاني سمارت شيف، يعطي نكهة بنينة وريحة بنينة، والفاني راهو ياكلوها مع الملح ومع الحلو، احنا في تونس ما عندناش لا نوسيون تاع نفوحوا حاجات بالفاني ويتاكلوا مع الملح، أما جبن زادة مع الفاني راهو بنين ياسر، معناها الخبز زادة كان تاكلوه مع دي فروماج بالملح يجي بنين ياسر. انتم لاحظتوا الخبز نتاعي ما فيهش ماتيار غراس، فيه باكو البن اللي هو نص سيترا. نصب الكل هنايا، خبز يحضر باش نعجنوا ونفصلوا ونزوزوا الكوشه، والخبز يقعد نص ساعه في الكوشه
يقعد ربع ساعة في 200 وربع ساعة في 175، والخبز حضر وطاب خليوه يبرد، وإلا تستعملوه طيبوه في الليل باش تاكلوه من غدوة توستي، يجي حاجة بنينة وحاضرة في وقت قياسي تشوفوا فيه نحرك فيه. كان بمغرفة لوح ما حشتيش باش نحط يدايا في وسطه. أنا البارح حطيت فيه التمر والمشماش الشايح والزبيب، وتنجموا تعملوا فيه برشا حاجات راهو، تنجموا تعملوه بالجلجلان والا بالقلوب والا بزريعة الكتان. الخبز هذا يقبل كل شيء، واللي تحطه له يقبلوا ويحبوا وما يقولش لا. هذا خبز ايرلندي معناها متاع ليرلاند، وياكلوا به كل شيء من فطور الصباح لعشاء الليل، الصومون الجبونات الدنيا كل ياكلوها بالخبز هذا. خبزتي حضرت كما تشوفوا فيها، نجي نحي المغرفه اللي عجنت بها، ما تستحقش عجنين اكثر من هكا راهي، هي تعجنت وتعركت وامورها واضحه. نجي نلمها بالكورنو متاعي هكايا، نرش عليها شويه بركه فارينه من فوق باش نرطبها، نهبطها على البلان دو ترافاي بالفارينه متاعها، نقسمها على 4 خبزات، والا اذا كان تحبوا انتوما تعملوها خبيزات صغيرين لفطور الصباح. انا ديما نحب يتقص باش يولي توستي بالكدا، نعملهم 4 خبزات ظريفين ومعاه يخمروا، معناها يخمروا في الكوشه راهو ما يخمرهمش البر، نقسمهم على 4 كيما تشوفوا هكا. هذوك خبزتين يجيو، هذوما يجيو خبزتين، لا ميزان لا حتى شيء، عينكم ميزانكم راهو. انتوما كي تستانسوا توليو انتوما بيتكم معناها تفصلوهم وحدكم. نجي هذايا نرطبوا هكا، نعملوا كعبوره رطبه بالقدا بالقدا كيما تشوفوا فيها هكا، نحطها في الطبق. ناخذ ثانيه كيف كيف، قلت لكم هذايا خبز مينوت، في ساعه في ساعه يحضر وفي ساعه يتفصل وفي ساعه يطيب وهو يخرج من كوشته طايب خامر، اموره واضحه. نحط كعبوره ثانيه، ريتوني ما حطيتش برشا فرينه جوست باش نجم نمسو بوغ لو مانيبولي. نتصوروا هذا بالجلجلان يجي بنين برشا. تو كل مره ننوع لكم منه نوع، خاطر معناها متمكنه من الحاجات نجم نحطهم فيه. ننزل عليه شويه هكا دوبلاش، معناها نطرحه شويه كيما تشوفوا هكا بيدي، ونجي نشق الخبزه على 4. نغطس السكينه في الفرينه شويه ونشقها على 4، لكن نخليها واحله دوبلاش ما تتشق كيما تشوفوا فيها هكا، قطع ومقطوع والا بالمقص، تعرف كلي نشقها بالمقص نقصها هكا ومن بعد نقصها هكا، وتجي خبزات. توا هذا كوشتي سخونه في 200 باش نرميه في الكوشه، والخبز بعد نص ساعه تلقاوها حضر. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك خبز ساهل بالحق، ما ياخوش برشا مقادير وما ياخوش برشا وقت، سيغتو لا تخمير لا حتى شيء، هو عجنته ديريكت فصلت الفورمه نتاعو حددته للكوشه. مشكوره. احنا الصوابع نتاعنا بعد ما كملنا عبيناهم بالقوطه جبن مرياح، حطينا شنو جبن حطينا في وسطه؟ حطيت جودا ولا جودا. ادام؟ جودا. حطيت جودا. نجم نحط ادام ولا جريير، نكهه نحب عليها. كلهم بنات. مع تون بيان سور، مع تون مع شويه عظم، اللي يحب شويه كباري نجم يحط تعبتين يفوح بهم البريك نتاعو. شوفوا منظرهم ياسر مزيان، قاعدين يتقلاو لونهم المذهب هذايا اللي حاجتنا به. معاهم هما باش نحضروا سليطه، قلنا سليطه اللي هي ليتيو وخس، خلطتهم مع بعضهم. توا باش نحط نشوي دجاج. فيها دجاج زاد. فيها دجاج، اللي دجاج من قبيله حطيت فيه فوحته ملح وفلكهل وشويه موتارد. توا سخنت الزيت بالكدا في القلايه، نكيت زيت في القلايه. كي العاده المشوي الكل نسخن الفواله تاعنا بالكدا. الفواله ونحطوه باش يتشوى. هذايا نحضروا فيه السلطه اللي من بعد باش نكملوا ليزيتاب نتاعها. اللي هي فيها قلنا ليتيو، فيها سلاد رومان الخاص العربي هذا. ليتيو باش نحط فيها الجبن مقصوص تروف، ومن بعد اون لاميل الفيمي. سلايطنا جبن مرياح ديما ما يتنحاش من السلايط نتاعنا، لازم ولا نقارن نعملوهم زاد لي فارس فيهم يجيبين الفوماج. دونك مشكوره اختنا فاتن. عايشه. انتم زاد الساده المشاهدين نشكركم، ما زلتوا تتابعوا فينا في برنامج الماتينال. ميرسي لو شيف. خاطر نشكركم مشاهدينا انكم مازلتوا تتابعوا فينا. كان احنا عيد كبير نخرج انا دونك. لا لا خرج روحي انا هكا. زعما انت ما احلاك وكل فرق. زعما نعرف يا ايوب.
دونك نرجعوا نحكيوا مع ميسه ضيفاوي، قلت لي هي مختصه في نحت الاجسام واخصائيه في التغذيه وعندها دو سونتر دو سبا ادم اي ايف سبا تايلاندي وكيف كيف ايف سبا. نعرفوا عليك ساعه ميسه، انت من وقتاش دخلت في الميدان هذا؟ انا عندي توا 10 دونك قريت في تونس وقريت في باريس. شو قريت؟ دونك عامله بوكو دو فورماسيون، عامله كينيزي ثيرابيوت، عامله نوتريسيون، وعامله جو سوي سبيساليست كور اي فيزاج. سي بيان. اللي هي غارمون تلقاها في تونس، اون استاتيسيان بروفيسيونيل تخدم لي كور اي دو فيزاج وسيرتو تعمل رومودلاج دو كور. داكور؟ دونك المراه لهنا ناخذوها اون شارج، لازمها تقبل بدنها كيما هو. اوكي، خاطر كل وحده المورفولوجي نتاع بدنها. دونك ما يلزمهمش الكلهم يبداو فرد، تلقاها وحده ضعيفه تاخذ نقول تقول اوف انا لا لازمني نكون ضعيفه، كيف باش تكون محلاني؟ مش صحيح، فهمت؟ دونك لازمها تقبل بدنها كما هي، اما نحطو اون فالور. وي دونك معقول. الحاجات الزايده اللي عندها نحيوهم ونخدموا عليهم. باهي سي سا. لهنا في ادم اي ايف سبا تايلاندي، علاش فما ادم اي ايف سبا تايلاندي وايف سبا؟ Eve Spa. Eve Spa c'est uniquement pour femmes. Ah. Donc, ou Adam and Eve Spa, donc, les Thaïlandaises, vous m'allez dire, des vraies Thaïlandaises, mana, des thérapeutes, des vrais thérapeutes, donc, les massages m'tahem, professionnels. Ah, les massages. Mais ça m'y allait, et surtout, vous m'avez des thérapeutes qui m'a support, les diplômés, des vrais thérapeutes. دونك لي مساج نتاعهم تري بروفيسيونيل، دونك اللي يجيهم يعاود يحصل. سي بي، نحب نخلي كلمه للبنات. مرحبا بك في الماتينال. هوني بكري تحكي على الغوموديلاج نتاع الكور وعامله او ميم طون معناتها نوتريسيون، معناتها كي تجيك لا كليونت تنجم توجهها في الماكله نتاعها او ميم طون تعمل لها الكور نتاع الغوموديلاج نتاعها، ولا تخير انت تكون معناتها تجي من عند نوتريسيونيست وانت تتلهي باللي مساج وبالغوموديلاج؟ جينيرالمون اللي يجيونا يبداو قلقين من لي ريجيم ويبداو فادين من لي سال دو سبور. تقول لك انا تعبت من الريجيم، وتقول لك انا اعطيني حل سهل ينحي لي الشحم اللي عندي، وما نحبش نعمل اوبيراسيون استيتيك، خايفه يخافوا. دونك لهنا شنو نقول لها؟ نقول لها تنقص من الماكله، تمشي برشا، تشرب برشا ماء، باش تحافظ على الفوم تاعك وتحافظ على بدنك، وناخذها انا اون شارج لي ماساج اماسيسون مع لي زاباري نوفيل تكنولوجي كيما الكولي بوليس كيما تشوفوها. هذه اللي عندنا تخدم شوف خوا، اللي هي اخر مصادر في الكرولي بوليس، وتضعف وتنقص 1 سنتيمتر، تنقص بالكدا 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 بالكدا، من غير ما تعمل ريجيم سيفير، ومن غير ما تلعب سبور. ديجا ما بين في الاماتيسمون انتردي باش تعمل سبور، تعمل سكي كارديو اكاهو. اي سكي كارديو تمشي تحرق شويه، اما سكي رونفورسمون مسكولير لا. عسام ميسا، مرحبا بك معنا في الماتينال. حبيت نسالك على ديفيرونت بريستاسيون نتاعكم في لي دو سونتر، شوما ميزابار لي مساج، انت ما نعرفش اليوم حبيت تحكي على لي مساج، شوما حاجات اخرين زاد كيف كيف باش الناس اللي تتفرج وتحب تجي للسونتر نتاعكم، تعرف شنو عندكم بالضبط ابار لي مساج؟ لي مساج عندنا ابار لي مساج عندنا لي زاباري نوفيل جينيراسيون كيما قلت لك، توت لي زاباري عندنا. جو سوي سبيسياليست فيزاج اي كور، ديما نحنا نمشيو للي سوان دو بو كو سوا في البدن والا في الوجه. دونك توا دخلت برشا لي برودوي شيميك ياسر دخلوا ميم في لي سوان فيزاج. دونك لهنا انا نجم دوموند عليه خساره معناتها، الوغ كو لو سوان فيزاج تحسن برشا من البو اي وبريفونسيون للمراه، معناتها الاج دو 23 زون لازمها تمشي للي سوان ولازمها تمشي للي كور فيزاج باش ما نتلازوش معناتها من بعد اجوناج نبدا في لي زانترفونسيون. اكزاكتومون سا، فهمت؟ و فوالا وناخذوها اون شارج، نخدموا على لي دوبل مونطون زاد اللي تقلق برشا نساء وتقول لك ما نحبش نعمل انا شيروجي استيتيك وما نحبش معناتها نلجا للحكايات هذوك، نحب حاجه ناتورال بالمساج اكراسمون دوبل مونطون سي لو احسن حاجه تنجم تكون بيان سور افيك دي بروفيسيونيل مش نابورت كي تنجم يخدمهم تتنحى كاريمون وبالراديو فريكونس. لا اون باراليل
نخرجوا في دي ريزولتا فريمون حلوين على الاخر على ظاهر عليك انت بيان سور عايشك بوكو الله يخليك ميرسي ميرسي بوكو ربي يخليك دونك القهوه هي سي ان تو بيان سور كو سوا تلهي بالبوم تاعك في بدنك والا في وجهك راهو ليدغاتاسيون اهم حاجه اهم من الكليرسيسون اللي توا تقول لك انا نحب نبيض معناتها اعطيني حاجه تبيضني تك حاجه ميم يمشي يلتاج حتى الحاجات الناتوريل راه يلتاج الحاجات اللي تبيضهم غير كو معناتها مش فاهمين الكاليتي دو بوم تاعهم نقول لهم يا بنات يا نساء امشيو لسبيسياليست دو فيزاج تقول لكم شنو هو البوم تاعكم تستحق اعمل دياغنوستيك اعمل دياغنوستيك وهي حكايه فارغه راهو معناتها سي غراتوي معناتها سي غراتوي سي دياغنوستيك سي غراتوي تمشي تشوف البوم تاعك شنو تستحق لي بيزوان تاعها لي بيزوان تاعها اللي باش تخسر عليه برشا فلوس تمشي للفارماسي ولا تمشي للبارا ولا ما نعرفش انه هي ما تعرفش الكاليتي دو بوم تاعك فهمت وانت ما تعرفش شنو يلزمك وبعدك يتلوحوا معناتها حرام هكاك تولي تمشي سبيسياليست عبد مختص تسالو شنو تسحق وجهك بالضبط وتمشي بيه كو سوا لي كريم دو نوي نتاعك كو سوا لي كريم دو جور نتاعك كو سوا الحاجات اللي تاكلهم كل شيء حاجات اللي تاكلهم الحاجات اللي ما تاكلهمش بون نحنا مش ياسر نحنا باش نقولوا تاكل ما تاكلش خاطر نحنا نحبوا الماكله نشربوا برشا ماء وباش نكذبوا على روحنا نسى توانسه والا جينيرالمون نحبوا ناكلوا دونك عادي البارح تكون عامله اوبيراسيون ليبوسيسيون ولا اي حكايه اخرى من بعد جمعه ترجع تاكل كما العاده الوغ حاجه غلطه لا غلطه على الاخر بعد تولي ايجين دو في افي مان ايجين دو في افي ميسا لهنا علاش ادم اي ايفا سبا تايلاندي و ايفا سبا اسكو ماهمش تايلاندي معناتها لا ايفا سبا سي ان سونتر عنده ديجا 9 ans توا حلته دونك من اقدم لي سونتر دامسيسمون في تونس وين موجود قول لنا وي موجود في حال واحات العوينه اي وبريسك نحن لي سول اللي نخدموا رغم دلاج دو كور للبدن سون اكت شيروجيكال ب وال وسنتر ادم اي اف ادم اي اف في طريق المرسى في روت جي بي 9 دونك بجنب ان ريستورون معروف غاديكا فوالا وعلى الكيس ما يقول قايل علاش انا نمشي لاف وما نمشيش لادم اي اف زوز حاجات بعد شويه على ديفيرونت فسر لنا على شو الفرق بيناتهم الفرق اللي ما بيناتهم اللي في ادم اند اف سبا ركزنا برشا على الريلاكساسيون اللي برشا يتشكوا منها توا بستريس يتشكوا من قلة النوم يتشكوا من لونكسيتي اللي هي توا غالبا في مشاكل العباد الكل كوسوسوا اللي سافا عايش في حياته ولا كوسوسوا اللي عنده مشاكل دونك البرانسيب تايلاندي هو ديجا عنده 2000 سنة معناتها ملي دارج دونك لي مساج تايلاندي هما لي سول اللي يداويو العبد من ستريس ومن لونكسيتي سون ميديكامون هذا حاجه ريلاكسونت معناها الادمي ريلاكساسيون وتوتال اون بلوس نخدموا زاد افيك لي سبورتيف لي تاي مساج كما تعرف انت فما برشا امراض يداويهم كما العرق الاساسي عرق الاسيل برد هما اللي داويوهم avec les pierres chaudes avec les techniques de pression glissée profonde pression glissée profonde dire nous toujours برشا مي ترتح بالكدا 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 باهي وبورتون ايف سبا هي كل ما هو كي نقولوا احنا نحت للجسم والرجيم وتنحي الكونسيبت جات من ايف سبا انا نحب معناتها ناخذ اون شارج معناتها كليونتي تدخل نحبها تضعف نحبها ترتاح بسيكمون نحبها ترى روحها محلاها دونك نحيطها من نواحي الكل نعطيها كونفيونس في روحها نعطيها نخليها تحب روحها اكثر هي وحده وحده تتشجع من بعد باش تنقص الماكله وتتشجع باش تعمل برشا حاجات في حياتها باش تبدل لوكها تخمو باغزون يعني باغزون في البدن والا تو لو كور اونتي يعني تو لو كور تو لو كور مش هي تقول لك نحب البلاصه هذيك تنقص ونخلي الباقي ولا هما علاش انا قلت لك فوالا علاش قلت لك انا معناتها الغوموديلاج دو كور دونك نحطوا لها الحاجات الباهيه اللي في بدنها اون فالور والحاجات اللي خايبه اللي هما معناتها يفسدوا لها معناتها المورفولوجي نتاع بدنها اكزاكتومون نحيوها ما يسكن نعطيو الارقام نتاع تليفوناتكم باش الناس تطلبوك
فما 28 817 469 ديجا تلقاوها على لي باج وفما 55 617 618 باين عاودهم هنا 55 55 617 618 28 817 469 حبيت نقول كلمه قبل ما نكملوا ميسه دونك الزيوت دونك لي زويل حتى لي زويل اللي نخدموا بهم الكل تخدم فيها مدام شهيره اللي هي شريكتي فهمت هي انجينيور شيميست دونك عندنا امتي لابو في جامرت نعملوا فيه لي برودوي سولون ديغنوستيك بيان سور اللي نعملوا الكليونت نتاعنا نعملوها لي برودوي اللي تمشيو مع بدنا هكا تولي خارجه معناتها بيرسوناليزي على الاخر الحكايه تولي ميرسي بوكو ميسا الضيفاوي اللي هي مختصه في نحت الاجسام واخصائيه التغذيه وصاحبه ادم ايف سبا تايلاندي ايف سبا نجم بحضر الشيف مرحبا بكم ساده المشاهدين رجعنا مع بعضنا الخبز حضر عند الشيف فتحيه دونك سخوني فور نص ساعة بالبوال يعطيك الصحة شيف دونك هذايا الخبز شوفوا منظره محلاه ولونه كله مزيان كيف ما يقعد يبرد ما نمسوهش حتى لين يبرد باه المرة فاتت قصيناه البارح البارح قصيناه دوبا برد شوية أنت مكشونية ما ذقناه لما برد شوية يلزمو يبرد باه يعطيك الصحة شيف دونك هذايا الخبز نتاعنا وين وصل تو باش نكملوا سلاطة ولا مازال عندنا ما نعملوا لا انا عندي باش نجبد البسكوي باهي ما نستناك قبل ما نتعدوا للمالح نشوفوا البسكوي نتاعنا وين وصل البسكوي نتاعي هنية تغزروا له كيفاش جمد بالكدا نحطوا هكايا ونبدا نقص فيه لونجوات حطيته انت فوالا صحي تو باش نبدا نقص فيه شرايح شرايح كيما هكا تغزروا له سكينه ماضيه ونبدا نقص بنص سنتي نص سنتي ونقص هكا قيس بالسياسة تغزروا له كيفاش باش يتحط هكايا يتحط في طبق ويتيب في كوشة 175 مدة تقريب ربع ساعة ونحطوه بعيد شوية على بعضه ما نلصقوهش لبعضه في التطيب باش ما يلقاش روحه يلصق كي تحل شويه. محلاها القصه واللوز في وسطه يبان وتشوفوا من بعد يقبب شويه دوبلاش يتنفخ ويخرج اللوز يعطي اكثر منظر نطيبوا على بابي كويسون قلت لك في كوشه 175 مده تقريب ربع ساعه. باهي برشا دونك هذايا البسكوي نكملوا نقصوه بنفس الطريقه نعبيوا البلاتو نتاعنا كيف ما قالت 180 مده 175 175 مده ربع ساعه دونك مهم برشا درجه الحراره والوقت نطيبوا فيه البسكوي نتاعنا احنا مع شيف فاتن وصلنا للسلايطه السلايطه اليوم اخترت قلت لي فيها زوز انواع خاص دونك عندنا ليتيو وعندنا السلاد رومان زوز انواع خاص حطيت دي طومات سوريس حضرت الكروتون باه اللي هو الخبز المقلي والا المحمص في الكوشه اللي هو عملناه مقلي اي يتقرمش بالكدا يتقرمش بنين جا ودوري ودوري حضرت الجو نتاع السلطه اللي هو ملح وفلفل اكحل مغرفه موتارد زيت زين وحطيت فيهم مغرفه مايونيز يعطيك الصحه حليتهم هكا بالكدا كرتهم مليح طيب باش نصبهم على السلطه ونخلطوها بالكدا السلطة بفك الجو هذاك يدخل فيها بالكدا نفوحوها باش تبدا كلها مفوحة والكروتون حاضر وشوينا قبيلة وريناهم كيفاش شوينا الدجاج وحضرت جبن دو كومباني نتاع مرياح المرياح احنا اخترنا هنا بالنعناع يمشي برشا مع السلايط والا الفيمي زاد يجي بنين برشا الفيمي باش نقصوا اون لامي ديجا بستعمل الفيمي لا فيمي كاتو اللي من عند مرياح بنين برشا الفرماج هذايا فيها كطعمة الدخان في الفم دونك حاجة خارقة العادة هذه السلايطة نتاعنا نحطوها في البلاتو نتاعها هكايا بالطريقة هذه مزيانة يا معلم مزيانة نظهر نحط الأخضر والأحمر ديما يعطي كونتراست حلوة في الألوان نحطوا فوقها الفرماج اي مشخشخة مدللة هذه مشخشخة مشخشخة هذه باش نسميوها مدللة تعشي سلطة كيف هذه تلمون تبدا معناها تعشي في تعشي معناها ما تستحقش تاخذ معاها حاجة أخرى هي هكا وحدها خيب وحدها خيب سيرتو في الليل أقل كشمرات وأنت بديت في الريجيم هذه تصلح بيك تصلح لي هذايا الدجاج نزينوه هكا من الفوق مال هذه قرطصها من بعد السلطة عايشة خليها لي على شيء ما تتعاركش انت وحد اخر برك انا عارف انا مش كل باش نتعارك
فرطوا لنوايا فرطوا لنوايا باش تعرك معاك. انا باش نعمل معاكم الطخوك، نعطيكم الحلو والخبز كونتر لا انا في الريجيم عايشك السلطه لا. تعمل في ريجيم بعد تاكل في الحلال اللي بالخضره، فسر لي انا غالب ما شفتش روحي على الشيء هذايا حاجه بنينه. لا حول ولا قوه الا بالله. تنكر لي هي بنينه بنينه على الاخر. هاكا نقطها وانت زدت فيها الهريسه اوتر بارونتيز. كيفاه؟ وانت زدت فيها الهريسه. موزوزه محرحره هذيك على خاطر فاطمه. فاطمه مزروبه مادام قالت عندي لانفيتين تاعي. عندها لانفيتين تاعها. عندي لانفيتين تاعها تستناي ايوب. باهي مازال كان توا باش نحطوا هذايا الجبن الفومي. الفومي باش نقصوه اون لاميل هكايا. باهي فوق السلاطه ونزينوهم. فوالا. نكملوا احنا نزينوهم. اي لا هي السلاطه نتاعنا حضرتها هيك سلاطه هايله فيها جبن فيها دجاج فيها كل شيء. الخيرات الكل فيها الخيرات الكل. اخترنا فرماج مرياح لانه 100% حليب دونك ديما ننصحكم باستعمال هالانواع المزيانه مش بونات وجربوها وخليونا الانطباع نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك الماتينال بالفرنسيه ولا بالعربيه. نرجعوا بحضه فاطمه ضيفتنا في الاستوديو. ومن بعد نكملوا مع بعض. مشكورين لشيف يعطيكم الصحة، احنا ضيفتنا هي الأستاذة والطبيبة النفسية نادية صامت اللوز. اليوم باش نحكيو كما قلت لكم على الهوس المرضي وإلا بالفرنسي اسمه إيبوكوندري. بونجور ساعة سامت. عسلامة مرحبا. صافا؟ الحمد لله. لاباس مدوشة؟ لاباس. الحمد لله. دونك شنو الإيبوكوندري ولا الهوس المرضي؟ ليبوكوندري هو سي ان تروبل انكسيو معناها سي دو لونكسيتي هو الخوف المفرط ليكون الانسان مريض بمرض اون جينيرال مخطئ. فهمت. معناها نعطيو اكزومبل باش نبسطوا على الساده المشاهدين انه تقوم الصباح تلقى عندك وجيعه في راسك ولا وجيعه في صدرك سيستيماتيكمون تجيه الفكره انه الوجيعه هذيك في راسه ولا في صدره اما مرض مخطر في القلب والا مرض مخطر في الراس. دونك هذا ينجر عنه خوف كبير وحاله من الهلع ساعات حتى يوصل الانسان يعمل حتى اون كريز دونغواس ولا اتاك دو بانيك بالافكار هذه خطر يمشي بعد في مخه الفكره انه كان يطلع عندي مرض خايب وكان يطلع عندي مرض خايب نجم نموت نجم نخلي صغاري. هذا كل الافكار هذوما يولدوا عنده نوع من الخوف الكبير والفجعه الكبيره. هذه ذولي عند العباد الكل الحكايه هذه ولا لا؟ العبيد الكل من حقهم بطبيعه انهم توا بكثره الامراض ونسمع من الامراض انه تجي الفكره هذه مي اون جينيرال تجي ومن بعد توفى هي بطبيعتها الوجيعه ما تبداش وجيعه كبيره معناها وجيعه تقلق ياسر يطمن روحه ويقول راهو سافا وياخذ دواء وبعد يتحسن ما يقعدش بلوكي في الفكره نتاعو والفكره نتاعو ما تسيطرش عليه اي سورتو الخوف اللي ينجر عنه الفكره هذه اون جينيرال كي تجيك وجيعه في الراس تاخذ دواء نتاع الراس والا تستنى شويه كل واحد عنده سي ميثود بوغي هذا يمشي باش ينجم ينقص الخوف هذا يمشي سيستيماتيكمون يعدي عند الطبيب الاول يعمل له تحاليل ما يطمنش يطمن شويه ما هذا ما يكفيش يولي يعاود يزيد يمشي للطبيب الثاني يزيد يعمل سكانير يزيد قدام وجيعه نتاع راس معناها يقعد هو متاكد اللي هو بلكشي يشك حتى ساعات في الطبيب الاول ما عملوش التحليل المناسب الطبيب الثاني قال له كلمه زاد فجعوا بها يولي يعاود يدخل في هذيك السيركل نتاع الخوف ونتاع الافكار اللي راهو بلكشي ما فيقوش بلكشي ناقص اكزاما يطمن شويه وتعاود وتعاود الفكره الجديده. الايبوكوندري هذه تجي للناس على رواحهم خوفهم من المرض على رواحهم والا ساعات بالناس اللي يحيطوا بهم زاد. هي لا ديفينيسيون تاع الايبوكوندري هو انه الانسان يخاف على روحه من مرض خايب ويبدا بريسك متاكد اللي هو راهو عنده مرض مخطئ. دونك يولي كيما قلت لكم يدور على الاطباء ويعمل تحاليل ويعمل ديسكانير ويخسر برشا فلوس والاطباء يطمنوه ويقولوا له راهو ما عندك حتى شيء على خاطر هو راهو اي مرض فيه ديفيسو دارغيومون مش وجيعة في الراس ولا وجيعة في بلاصه سيستيماتيكمون راهو فما مرض خايف فما العمر يحكي فما يحكم فما لي فاكتور فما برشا حوايج يخليه الطبيب ينجم من الكونسلتاسيون الاولى يطمن الباسيون تاعو ويقول له راهو ما تستحقش حتى تحليل راهو الوجيعه هذه نعملوا لها هكا وهكا مي هذا كل ما يقنعش الباسيون وغوتونتيسمون كبير على حياته العائليه وحتى في الخدمه معناها يولي عنده الهيجس هذايا نتاع المرض واللي نهار كامل ماهوش مرتاح ساغوتونتي على عائلته يولي مشاكل يولي برشا انا قلت المريض اللي ماشي في باله اللي هو مريض دونك نجيو واحد روسيتا دكتور هوني انت تو ذكرت الاسباب ولا لي باثولوجي اللي نجموا معناتها لي سامبتوم بلوتو اللي تشوفوا عند المريض هذا هوني العلاج نتاعو نعرفوا احنا العلاج النفسي ديما اصعب من العلاج معناتها كي يكون حاجه عضويه قداش مهم انه باش تعطيه دواء على قداش الفتره نتاعو اسكو الهوس هذا يتنحى بالدويات ولا ديما يقعد معناتها من الامراض اللي نقولوا صعيبه باش
باش تبرى منها. هو فما عباد حتى يجيهم ان ايبيزود في حياتهم في بيريود نتاع ستريس كبيره، والا تسمع حتى بجاره توفى، والا واحد في العائله مريض بمرض مخطر، ينجم حتى من غير ما عنده هو اعراض والا دي سامبتوم يتفجع ويخاف لهو يكون بيدو عنده، يولي يدخل في الغوشيرش هذيك وتتعدى لا بيريود هذيك وبعد تمشي على روحها. وساعات ما نستحقوش حتى للادويه، نجموا نعملوا حصص اللي هما نخدموا فيهم على الباسيون هذيا كيفاش، خاطر هو المشكل في الافكار نتاعو اللي هي الافكار المرضيه اللي نجر عنهم الخوف المفرط، نخدموا شويه على الافكار نتاعو وعلى الكومبورتمون نتاعو اللي هو في عوض يمشي يجري ويتسرع ويعمل التحاليل، يولي فما دي تكنيك نخدموا بهم مع الباسيون باش يحاول يتحكم في تصرفاته وفي افكاره وينقص من الخوف نتاعو. مي اون جينيرال في اكثر الحالات تطول شويه ليبوكوندري، معناها تدوم في الوقت. دكتورة غو بونجور، أنت كنت تحكي توا عن الناس اللي توجعها حاجة تمشي تجري للطبيب، فما نوعية أخرى نتاع ناس ونعرفهم اللي مثلا توجعهم حاجة طول يحل الانترنت ويمشي لكلي فوروم ويمشي يقرا في لي كاتاستروف وفلان عطى تيمونياج نتاعو كذا، يزيد يدخل كما نقولوا احنا بالتوت يدخل في حيط بالحق، يدخل في حيط بالحق، الهوس يزيد يكبر، هذا ديجا مازال ما مشاش للطبيب لا يعرف لا ايه لا ليه، ويدخل فيك الدوامه هذيك اللي ما فيهاش نهايه. شنو تقول لهم العباد هذوما؟ هي المشكل في الانترنت، على خاطر اي انسان باش يلوج على ان سامبتوم كيلكو سوا الاختصاص وكيلكو سوا المرض اللي عنده، باش تلوج على حاجه راهو باش تلقاها، اي سامبتوم عندك باش تدخل باش تلقى روحك عامل اون ديبرسيون، باش تلقى روحك عندك مرض مخطر، خاطر فماش شكون ما يجيهش وجايع، ما فماش شكون ما يحسش باغ مومون بفيرتيج، فماش شكون وجهه اصفر باغ مومون، فانت كي تدخل من هو الواش عاملين طب كامل معناها. راهو اون فو با سوفيي ا انترنيت، وما يلزمش تعمل انت يجيو برشا للكونسلتاسيون عاملين ديغنوستيك يقول لك انا عندي كذا هاي شنو باش نعمل توا، ما فما حتى واحد يجي يعمل تشخيص نتاع امراض بخلاف الطبيب. كان جات الانترنيت عوض الطبيب راهو عوضناها وراهو سي بوكو شي عايش يعني للعباد صراحه. مالوغوزمون هذايا معناها من لي زيفي الخايبين نتاع الانترنيت. الايبوكوندري تنجم تقول انت من الاول كي جيت تفسر فيها قلت يحس بوجيعه، ينجم انسان ما غير ما يحس وجيع اليوم يقوم يقول لك لا انا هذولي مريضه بكذا عندي كذا، ديما عنده الهوس هذاك موجوع ولا مش موجوع؟ اي كما فسرت من قبيله، ينجم حتى مثلا عنده عبد مريض في العائله ان كونسيرت يولي هو بيدو يقتنع اللي عنده هو وجيعه في معدته، والوجيعه في معدته هذيك تجيب له نوع من الدوخه كيف يخمم فيها، دونك هو يلم دي سامبتوم مع بعضهم ويقتنع ويقول راهو انا راني سيغتينمون عندي المرض هذايا ويلزمني نمشي نزيد ونحلل، وهذا راهو ياثر ياسر على نفسيه الباسيون، خاطر ساعات يقولوا لي معناها نقولوا كان جا عندنا المرض المخطر يمكن كان يعطيونا لي ريزولتا يمكن ارحم من ان نقعدوا نلوجوا ونتبعوا ونلوجوا، باسكو بسيكولوجيكمون عنده معناها سي بينيبل لي في نتاعو. وقتاش الشخص اللي عنده الهوس المرضي هذا يلزمه يمشي للطبيب النفسي؟ اسكو الطبيب العادي اللي يمشي له الباسيون ديما بلوتو مش الباسيون قلت اللي هو ماشي في باله اللي هو مريض هو سي ان باسيون باسكو سي اون باثولوجي معناها باثولوجيك صحيح معناها مريض نفسي نوعا ما، مي عنده قلق نفسي والقلق النفسي هذا ما ينجمش وحده يجي يظهر لازم الطبيب اخر اللي يتقلق منه انه كل ديما يجيه ولا ديما بالحق لازم فما التعامل هذا صحيح، يلزم مثلا لو ميدسان جينيراليست ولا لي زوتر سبيسياليتي يفيقوا او بو دان مومون وقت اللي انت تطمن الباسيون وتقول له راهو ما تستحقش انت سكاني ولا ما تستحقش وهو الى انسيست يفو اورينتي معناها لي باسيون هذوما يقولوا المراهم المستحسن تشوفوا مختص يجم يكون عندك، هما العباد اون جينيرال يتفاجئوا من المرض النفسي دونك يزيدوا يزيدوا يدخلوا بعض يزيدوا يتقلقوا اكثر وما يصدقوش سيختو يقعد باقي يخسروا برشا فلوس يخسروا برشا وقت يتعبوا ياسر وفي الاخر ما يلقاوش نتيجه على خاطر لو بروبليم اي بيورمون بسيكولوجيك. فما وقايه تنجم تنصحنا بها ولا هو فما دي تومبيرامون فما عباد سوسيبتيبل دو ديفلوبي القلق هذا اكثر من غيرهم، اللي يبدا مثلا اونكسيو دو ناتور تلقاه ملي هو صغير يقول لك انا نخاف نتفجع من لي زيكزامان ندخل بعضي في لي سيتياسيون دو ستريس ما نجمش نسمع بشكون توفى ديما خايف ديما مفجوع نخاف من المراه، ذوما عندهم بلوس دو ريسك باش يديفلوبو، الا تلقى الام مثلا زاده هي بيدها ايبوكوندرياك ال ترانسمي الخوف هذايا من الامراض لصغارها، دونك ننصحوهم ديما العباد هذوما غولاتيفيزي معناها
اعطيوا ثقه في طبيبكم اللي تمشيو له. اون جينيرال يبداو يمشيو للطبيب طبيب عام، والطب العام يقول لهم راهو ما عندكم حتى شيء، يحاولوا هما بينهم وبين روحهم. اهم حاجه ما يكثروش من لي زيكسبلوراسيون من لي زيكزام. كل ما انت تزيد تعمل تحليل، كل ما تزيد تعمل تصويره، كل ما الافكار تزيد تكثر عليك، كل ما القلق ما يوفيش بالكل، تدخل في سيركل فيسيو. وقت اللي تنحي لي زيكزام هذوما لي زيكسبلوراسيون هذوما وتصبر شويه، راهو سيستيماتيكمون لونكسيتي تنقص شويه. ونبداو دونك اثقوا في طبيبكم. وقت اللي يقول لكم ما تستحقش التحليل، حاول تشد روحك ما تعملش التحليل. اي وي، وخاصه تسبق الخير، هذولي اهم حاجه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وش نقول اخ، فما حتى شيء نجم تشوفه كان اللي كاتبه لك ربي. دونك ميرسي ناديه صامت اللوزه، طبيبه نفسيه. نخرجوا فاصل البنات وبعد نرجعوا.